أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده فهو من أفراده عن مسلم. وفي الحديث النهي عن الغضب ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب يشمل أمرين، أحدهما النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه، النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه، من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه. والثاني النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فلا يمتثل ما أمره به غضبه، بل يراجع نفسه حتى تسكن، والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس، أما إذا غضب لانتهاك حرمة الله فإن غضبه مأمور به، وهو من دلائل إيمانه، لكن لا يجوز له منه شيء إلا وفق الشرع، فيغضب لله كما يحبه الله، كيف يغضب لله كما يحبه الله؟ يعني أن يتمسك بالحد الشرعي ولا يتجاوزه. فمثلا لو أنك مررت بقوم جلوس والصلاة تقام، فإن الغضب لله حينئذ ماذا؟ أن تقول لهم قوموا إلى الصلاة، هذا إيش؟ كما أحب الله عز وجل. فإذا قال لهم قوموا إلى الصلاة يا أهل النار كان إيش؟ تجاوز حد الشرعي. وهذا يقع فيه كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس يغضبون لله لكنهم لا يغضبون لله كما يأذن الله، فتجده يتجاوز الحد الشرعي ثم يطلب لنفسه ما يسوغ ذلك، كأن تجد أحدا يكره من جاره إظهار بعض المحرمات وينكرها عليه، ثم يغضب من ذلك بأذية جاره فيؤذيه بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. وتفقد هذا في أحوال الناس، تجد أن كثيرا يذكرون الغيرة لله والغضب له، فإذا رأيت مشاهدهم في إبراز الغضب لله عز وجل والغيرة لشرعه وجدت أن ما يفعلونه هو خلاف أمر الله سبحانه وتعالى.